هو الأصل في هذا العمل تاعي أنا اللي عملته اليوم هو باب من في الديزاين، في الزخرفة، في الديزاين، في الرسم. هو أنه الفكرة تاعه أنه ترسم لكل ولاية اللباس التقليدي تاعها، مثلا قسنطينة دير لهم القفطان، ولا وش عندهم الفرقاني، ولا كذا سطيف شرب زدف، كل ولاية وكل بلد. وبديت حبيت أنه يكون أول مشاركة تاعي في الصناعة التقليدية هي أنه ندير الكوفية الفلسطينية فوق الصحون الجزائرية باش تكون محطوطة عند كل الجزائريين. اللمسة فنية وماهوش عمل واحد فريد، يعني باش نتفاهموا، هذا عمل تاع الخدامة تاعي كامل، يعني عندنا 30 عامل 30 فنان اللي راهم يخدموا، وبربي إن شاء الله راح يكون متواجد إن شاء الله في السوق في شهر شعبان بإذن الله، نعقبوا به رمضان بإذن الله تعالى. الزليج الجزائري، لانه كان ناس بزاف تهدر وتقول باللي احنا عندنا الزليج ما كانش والطاجين ما كانش ورانا نتاجروا بالقضيه الفلسطينيه، حبيت نحطها لهم في ثلاثه. الزليج الجزائري واكثر رافيني ماشي كيما العادي، والطاجين الجزائري والقضيه الفلسطينيه محطوطين على الطاوله الجزائريه في شهر شعبان باذن الله. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.